يمكن تطبيق تقنية التنبؤ الباركود على العديد من الكائنات التي ستصبح ماسحات ضوئية. سنقوم باختبار لعشرة لاعبين للعبة تكساس هولدم، وما نريد أن نعرفه موقع كل اللاعبين من اليد الأقوى إلى الأضعف من قبل أن توزع البطاقات. 4, 3, 7, 8, 9, 1, 5, 10, 2. هنا سنستخدم مفتاح سيارة أودي كماسح ضوئي. تذكر أن أي شيء شخصي يمكن تحويله إلى ماسح الباركود. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت.